من هنا تبدأ القصة. من عمق مطار حمل عسكري، مئات المحاولات الفاشلة لتصوير أحداثه بالداخل. عجز الناشطون عن اختراقه إعلاميا، ولكن التسريبات الأمنية مفجعة رغم قلتها. يعد مطار حمل عسكري إضافة إلى أنه معقل لقوات النظام، سجن كبير، بل هو على حسب قول ناشطين أكبر سجن في محافظة حماة بعد سجن قرية ديرشميل المؤيدة. يوميا تقلع طائرات النظام من هذا المطار لتقصف المناطق السورية الثائرة في حمص وحماة وأحيانا إدلب. كما أفاد ناشطون باحتواء هذا المطار على عدة آلاف من قوات النظام، ويعتبر من أحد مراكز انطلاق الأرتال من وإلى مدينة حماة، بحيث تخرج الأرتال العسكرية منه بشكل شبه يومي إلى الأماكن المراد اقتحامها. يقوم النظام بإدخال عناصره إلى هذا المطار عن طريق الطائرات المدنية التي تشاهد يوميا في سماء المدينة، والتي غالبا ما تكون محملة بالذخيرة والعتاد ترافقا مع العناصر التي يقوم النظام بنقلهم إليه. يفيد ناشطو الأحياء المجاورة للمطار بأن هذا المطار مجهز بأكثر عتاد جيش النظام من ذخيرة وصواريخ وآليات عسكرية لفرض السيطرة الكاملة على المناطق التي تحيط بالمطار من مدن وأرياف. فبشكل دائم يقوم المطار بقصف صاروخي ومدفعي تهز أصواته أرجاء المدينة، وتشاهد صواريخ الموت وهي تتجه نحو المناطق المحررة. كما تفيد دراسات وشهادات عيان باحتواء المطار على مئات المعتقلين من مدينة حماة، وبأنه أحد أشد أفرع التعذيب في المدينة، كما يطلق عليه أهالي المدينة بمطار الجحيم لشدة التعذيب فيه والمعتقلات الموجودة في داخل المطار، فمن يدخل المطار لا يخرج إلا نحو قبره. سهر الأحمد من حماة، أورينت نيوز.